السلام عليكم ورحمة الله. في الديفلوبمنت بتاع المالتي تيننت ساس بروجكت، مالتي تيننت ساس سيستم، في ثلاث خيارات: انه يكون مالتي تيننت باي انفراستراكشر، او مالتي تيننت باي تيبل، او مالتي تيننت باي فورين كي. باي انفراستراكشر يعني اي كمباني مسجله في الساس بروجكت يكون عندها داتابيز منفصله. باي تيبل يعني اي شركه بتجي تسجل هي حيكون عندها تيبلز منفصله. باي فورين كي هم بيكتبوا كلهم في نفس التيبل، لكن اي كمباني عندها الكي بتاعها. تمام. طيب اي واحد يورينا هو بفضل ياتو خيار، وليه يعني اللي بيخليه يختار الخيار المعين. وسعيدين بتعليقاتكم. السلام عليكم.